تعدل. تم تحريرها من الانقلابيين والحمد لله طهرناها باذن الله. الله اكبر. الحمد لله. الله اكبر. الله شبابها وابنائها الاحرار. وهذه غنائم الانقلابيين الحمد لله تم دحرهم. لا تضرب لا تضرب لا تضرب يا ولد. لا تضرب يا ولد. لا تضرب. هذه غنائم الانفصاليين الان ما عاد منها اخذنا ما معهم الحمد لله بعد بيننا وعدنا الله احنا داخل عدن اي قناة هذا اي قناة ابنائها الاحرار والحمد لله سنهنئ عبد الرب منصور هادي بعودة المعاشق من ابناء الذين لا يريدون يكون رئيس الجمهورية ونحن لا لازم أن نعيده إلى المعاشيق رغم عنوفهم مهما كان الثمن وروحنا فداء لعبد الرب مصر. Yeah.
صورة جميلة ولكنها ليست الواقع.